حين نتحدث عن الخير والشر معا، نتكلم عن الجريمة، وحين نتكلم عن الجريمة نتكلم عن أفكارها وتنظيمها والتقدم لها كمجرم. وكلنا نعرف أن المجرم يخرج كل ما أوتي من القوة. لماذا يخرجها تلك القوة؟ ليتعدى حدود الأخلاق. وليست كل جريمة مخطط لها بشغف، لكن في بعض الأحيان الشر يولد الخير والعكس تماماً.